السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتواتر، والحديث المتواتر هو الذي بلغ أعلى درجات الصحة، فلا يسأل عن سند لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو من أكثر من 50 صحابي على الأقل. يقول في الحديث المتواتر: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فهذا الحديث له طرق كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بلغت 50 أم لم تبلغ. فهذا الحديث عن النبي، على كل هو صحيح يقينا صحيح، لكن دخل عليه في المتواتر حديث من كذب عليه متعمدا. هذا الحديث الثابت الصحيح بغض النظر عن التواتر من عدمه: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وعاها ثم أداها كما سمعها. فحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغه للناس علامة خير بالعبد، والنبي دعا لمن فعله بنضارة الوجه يوم القيامة. في حديث الحارث معنى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح الإسناد لكن ليس بالمتواتر، لكنه صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح، ألا وهو حديث الحارث الأشعري في الوصايا التي أمر الله بها يحيى وأمره أن يبلغها الناس. هذا الحديث في الحقيقة حديث طويل شيئا ما، ويحتاج إلى سفر جليل، إلى كتاب عظيم للإتيان على ما فيه من الفوائد، ولكن كما يقول القائل: ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنأخذ ما استطعنا في هذه الليلة من قبسات من نور من هذا الحديث المبارك. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم وحي يوحى كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث الحارث ابن مالك الأشعري رضي الله عنه، وليس الأشعري المراد به أشعري المذهب ذاك المذهب الرديء الذي انتشر في هذه الآونة، مذهب الأشعريين الذين ينفون صفات رب العزة، إنما هو أشعري من الأشعريين اليمنيين، قبيلة بني أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا أزوادهم فوضعوها على بسط ثم تقاسموها فيما بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. الأشعريون هؤلاء قبيلة من قبائل اليمن، أما الأشعريون أصحاب المذهب الرديء الذين ينفون صفات رب العزة سبحانه ويقولون إن الله لا مكان له، وفي النهاية كأنهم يعبدون عدما، لسنا منهم في شيء في هذا الصدد، ونعوذ بالله من شرهم. نحن مع حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وهل نقول إذا ذكرنا اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أو صلي اللهم عليه وعلى آله وسلم نضيف الآل أم لا نضيفها؟ استظهر الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وإن كان هو من أهل البيت أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، أننا نضيف الآل، نقول اللهم صل على محمد وآله وسلم. لماذا نضيف الآل؟ قال: لأننا نصلي عليهم في كل صلاة ونبرك عليهم في كل صلاة، نقول في كل صلاة نصليها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. فلا ضير على من فعل هذا أو اجتزأ على الأول،
والله تعالى أعلى وأعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات. إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات: أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكأن يحيى عليه السلام تباطأ في أمر بني إسرائيل بالعمل بهذه الكلمات الخمس. هي وصايا خمس من الله سبحانه وتعالى ليحيى عليه السلام كي يعمل بهذه الوصايا هو، وكي يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهذه الوصايا. فيحيى عليه الصلاة والسلام نبي إسرائيلي، نبي من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب صلى الله عليه وسلم، ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم. فبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب، ونسلهم هم بنو إسرائيل. فبنو إسرائيل منهم الصالحون، ومنهم الأنبياء، هم أكثر الأمم التي أرسل منهم أنبياء. وهذا أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين. قيل على العالمين في زمنكم، وقيل على العالمين عموما بكثرة الأنبياء فيهم عليهم الصلاة والسلام. فيحيى بن زكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولا يخفى عليكم أمره وأنه رزق به أبوه على الكبر. رزق به أبوه على الكبر لما سأل ربه قائلا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فليحيى قصة مستقلة تأتي في حينها إن شاء الله. يحيى بن زكريا أمر بخمس كلمات: أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فماذا كان؟ كأن يحيى عليه السلام تباطأ في إخبار بني إسرائيل بهذه الكلمات الخمس. وكان يحيى بن زكريا عليه السلام متزامنا مع نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خالته، وقد رأهما النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج في السماء الثالثة، في السماء الثالثة عليهما صلوات من الله، أو في السماء الثانية، المهم على اختلافات في بعض الروايات. فيحيى عليه السلام متزامن مع عيسى عليه السلام، وهو ابن خالته، وهو ابن خالته عليهما سلام الله، عليهما سلام الله. فلما تباطأ يحيى بن زكريا عليه السلام في إخبار بني إسرائيل بهذه الكلمات الخمس، قال له عيسى: إن الله أمرك أن تبلغ بني إسرائيل هذه الخمس كلمات، فإما أن تبلغهن، وإما أن أبلغهن أنا، إما أن تبلغهن يا يحيى، وإما أن أبلغهن أنا. المهم أن البلاغ يصل إلى بني إسرائيل، إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقد يجتزئ الشخص بتبليغ غيره، قد يجتزئ الشخص بتبليغ غيره، وتكون تبعة التبليغ سقطت من علينا. إذا أدى واحد منا ما عليه من البلاغ سقط عن غيره. فقال: إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يحيى عليه السلام: إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي إذا أنا لم أقم بتبليغ الكلمات التي أمرت بتبليغها. إما أخشى على نفسي العذاب، إما أن يعذبني الله عز وجل، وإما أن يخسف بي الأرض. ففيه دليل على المبادرة إلى تبليغ العلم الشرعي. نبادر بتعليم الناس دينهم، نبادر بتعليم الناس دينهم ولا نكتمه. وقد قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالذين يكتمون العلم الشرعي ملعونون. اللهم إلا إذا كان لكتمان العلم مصلحة فهذه صورة مستثناة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، أو كما قال لمعاذ بن جبل لما قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال معاذ: أبلغ الناس يا رسول الله. قال: لا تبلغهم فيتكلوا. فإذا كان
نوع من العلم سيضر بالشخص يفهمه خطأ لا تبلغهم هذا يا معاذ. تكون هناك استثناءات كما هو معلوم، استثناءات في المسائل التي تكتم خشية أن تفهم على غير وجهها، أما الأصل هو تبليغ ما أنزل الله. ولا تخش أبدا وأنت تبلغ دين الله، ولا تتحرج أبدا، إنك تحفظ بتبليغ العلم، وإذا كتمت تعذب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك، لا تجبن والله يعصمك، إنما بلغ والله يعصمك من الناس. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، كفى بالله حسيبا. فبلغ وستحفظ. وأحد اللجوء في تفسير قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، قيل فيها بتبليغكم آياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، وهو أحد الوجوه في تفسير الآية. وفي النصوص في الحديث عن رسول الله احفظ الله يحفظك، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فدائما احرص على تبليغ الدين، لا تخشى أبدا ولا تتحرج، لا تقول الناس يفهموا، أي كما قال المخزولون أتباع الأوروبيين من المستشرقين ومن المستغربين على السواء، كيف نحدث الناس بأن الماء نبع من بين يدينا أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نخبرهم بأن الخمر حرام وهم يحبونها حبا شديدا، كيف نخبرهم بالمعجزات وهم ينكرون إلا المرئيات. لا تنهزم أبدا، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فبلغ ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى. والله لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بلغوا يا أهل الإسلام دينكم، لا تتخاذلوا عن تبليغ دينكم. فيحيى يقول إني أخشى إن سبقتني بها يا عيسى وأنا أمرت بتبليغها ولم أبلغها أن أعذب أو تخسف بي الأرض، أو تخسف بي الأرض إن سبقتني أن أعذب. فقام من ثم، والذكرى تنفع المؤمنين، قام يحيى عليه السلام بجمع الحشود من بني إسرائيل، فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس، جمعهم وناداهم وأرسل إليهم، جمع الجموع في بيت المقدس لتبليغ الخمس كلمات التي أمره الله بتبليغها، فاكتظ المسجد عن آخره، وقعد على الشرف وقعد على الطرقات بنو إسرائيل، ملأوا المسجد، ملأوا بيت المقدس. نسأل الله أن يرده إلينا ردا جميلا كريما يا رب. ملأ بيت المقدس وملأت الطرقات وملأت الشرف وملأت المقاعد، والناس داخل المسجد وخارجه يسمعون إلى الكلمات التي أمر النبي الله زكريا يحيى عليه السلام بتبليغها، أمر عليه السلام بتبليغها. فهذه تقدمة لهذه الكلمات التي أمر يحيى عليه السلام بتبليغها. فقال يحيى عليه السلام والناس في شوق وتوق إلى استماع الكلمات التي أمر الله النبي الكريم يحيى عليه السلام بتبليغها. فبدأ الاستماع والإنصات لكلمات يحيى عليه السلام، فقال لهم يحيى إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. فبدأ عليه الصلاة والسلام يقص هذه الكلمات التي علمه الله إياه، فقال أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الأصل الأصيل الذي اتفق عليه كل الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء أرسلوا بهذا الأصل، نعبد الله ولا نشرك به شيئا. وفي آية الوصايا العشر من كتاب الله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا
وفي آية النساء الأصحاح العشر أيضا من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ضرب لذلك مثالا فقال يحيى عليه السلام: فإن مثل ذلك مثل الرجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب. إن مثل ذلك مثل الرجل اشترى عبدا له من ماله الخالص، ماله الحلال ليس من المال المسروق، اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب. الورق الفضة. يعني أنت بدأ يحيى يضرب الأمثال للناس عليه الصلاة والسلام، قال إن مثل ذلك مثل عبد أو رجل اشترى عبدا له من خالص ماله بذهب أو ورق، فجعل يعمل، العبد جعل يعمل اشتغل، هو عبدي أنا اشتريته بفلوسي بأموالي التي هي من كدي وتعبي، فالمفترض العبد يعمل ويدخل عليه الأجر، هو عبدي يعمل ويدخل لي الأجر، فجعل العبد يعمل ويؤدي عمله أو أجرة عمله إلى غير سيده، بدأ العبد يشتغل ويعطي الأجرة إلى غير سيده الذي اشتراه، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ أيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ يعني هل أنت تحب أن تشتري عبدا من خالص مالك والمعهود أن العبد يعمل ويأتي بالدخل لك، لكنه يأتي بالعمل ويعطيه لغيرك؟ قال: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا المثل الأول. في الحديث أولا مشروعية ضرب الأمثال، مشروعية ضرب الأمثال، وقد ضرب النبي مثلا كثيرة في مواطن شتى، بل الله ضرب الأمثال في كتابه الكريم في عدة مواطن. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثل الأمم من قبلكم كمثل الأنبياء من قبلي كرجل ابتنى بيتا إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن أخبروني. فالأمثال مضروبة كثيرا في الكتاب والسنة، وليت شخصا نجيبا من طلبة العلم يجمع الأمثال النبوية ويشرحها شرحا لعظيم الفوائد التي فيها، لعظيم الفوائد التي في هذه الأمثال، أمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، ما معناها؟ معناها آخر: لا تشبهوا الله بخلقه، لا تشبهوا الله بخلقه. والمعنى في قوله تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا، يعني شبهنا بخلقنا، لما رأى أنه عاجز عن إحياء الموتى ظن أن الله يعجز أيضا عن إحياء الموتى، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. لما رأى أن بني آدم عجز عن إحياء الموتى ظن أن الله مثل بني آدم في العجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه، على المعنى المختار في تفسير هذه الآية الكريمة. فالأمثال مضروبة في السنة وفي الكتاب العزيز في عدة مواطن. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ أرجع إلى المثل في حديث الرسول لأن الوقت ضيق، ونريد أن نأتي على عدد من الفوائد. فمعنا بعض إخواننا لهم كلم طيب إن شاء الله في هذه الليلة إن شاء الله. حاصل الكلام يا إخوة: الله خلقك ورزقك ورزقك، فيجب أن تعمل بطاعته، يجب أن تعمل بطاعته، لكن خلقك ورزقك وأنت تستعمل رزق الله في معصية الله، تستعمل رزق الله عز وجل في معصية الله، وتعبد غير الله، والله خلقكم، هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك ومنحك، ثم أنت تشرك بالله وتعطي سعيك وكدك لشريك لله سبحانه وتعالى، تسجد لغير الله، تذبح لغير الله، تدعو غير الله من الأموات، فمن منكم يرضى بذلك؟ إذا كنتم أنتم يا بشر أحدكم يغضب إذا قيل له إن عبدك يعطي غيرك، وأحدكم يغضب إذا قال له عبده أنا لي نصف ما لك، كما قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم.
هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ يعني أنت عندك عبد ولك مال ولك زوجات ولك أولاد ولك أراضي، هل أنت ترضى أن العبد يقاسمك يقول نصفه لك ونصفه لي وهو عبدك وأنت الذي اشتريته؟ أنت تغضب، لا ترضى بذلك أبدا، لا ترضى أن العبد الذي أنت اشتريته وبخالص مالك يشاطرك نصف أموالك ويكون شريك لك. فالله الذي خلقنا ثم بعد ذلك نعطي عبادتنا لغير الله سبحانه وتعالى، من منكم يرضى بهذا؟ إذا كنتم لا ترضون بهذا فالله أغنى الشركاء عن الشرك كما قال في الحديث القدسي. وإذا أمعنا النظر ووسعنا بعض التوسعة نجد، لا أقول يعني مبالغا، كل العصاة، جل العصاة، سأقول كل العصاة، كل العصاة يستعينون بنعمة الله على معصيته. كل عاصي يعصي الله يستعين بنعمة الله على معصية الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك فضلا عن الشرك؟ أنت الآن رزقك الله هاتفا محمولا، رزقك الله هاتفا محمولا، قبل الهاتف المحمول كان بصرك سليما معافا، بصرك كان سليما معافا، أذنك كانت سليمة، كانت سليمة لا تسمع الوسخ ولا اللوث. أول ما من الله عليك بمحمول راقي شوية، فودافون ولا اسمه عارف ما أدري اسمه آيفون أو غير ذلك، بدأت تأخذ الآيفون وتتصفح الصفحات القذرة وتختبئ من والديك وتحت الملاية وتحت البطانية تتابع قاذورات العالم والأنجاس الأرجاس، فاستعنت بنعمة الله على معصية الله. كنت الأول ساكن مع أمك وأبيك في شقة، وهي في غرفة مع أبيك، وأنت وأخواتك البنين مع البنات، وسع الله عليك بشقة. إذا بك تستعمل الشقة في معصية الله، تأتي ببنات تستعملها في القاذورات وهكذا، سيارة اشتريتها تبدأ تتعالى على الناس بها وتستكبر. كل عاصي إنما يعصي لأنه أوتي نعمة فيستعمل النعمة في المعصية. إذا كنت قويا وتستضعف الناس فاستغللت قوة التي منحك الله إياها في ظلم العباد، فاحذر. كما قال بعض العلماء، لو كان فرعون أخرس، لو كان أخرس ما قال أنا ربكم الأعلى، هل كان سيقول أنا ربكم الأعلى وهو أعمى؟ ما يما، لكن استعان بنعم الله على التكبر والبغي في الأرض. فاحذر أن تستعين بنعم الله على معصية الله، واحذر الشرك بالله، تعمل عملا تبتغي به وجه الله إذا بك توجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا ظاهر الشرك ولا خفي. الحديث مشروعيات ضرب الأمثال، وقال وآمركم بالصلاة، ترتيب حسن، توحيد ثم الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام. الكلمة الثانية بعد كلمتي التوحيد، بعد كلمة التوحيد أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والكلمة الثانية آمركم بالصلاة. سئل النبي أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فالصلاة أعظم من الجهاد في سبيل الله إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية ليس فرضا على الأعيان. وأمركم بالصلاة، ثم ضرب لذلك مثالا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. هذه من آيات الصف، من أحاديث الصفات، فيها إثبات أن لله وجه وأنه ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ففي إثبات صفة الوجه لله عز وجل. والله قال في كتابه الكريم كل شيء هالك إلا وجهه، وقال في كتابه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلق، وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلق. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة
مضلة، فلله وجه يليق به سبحانه وتعالى ليس كوجوه بني آدم كما لا يخفى عليكم. أنت تغضب إذا قيل لك وجهك وجه حمار، فالحمار له وجه وأنت لك وجه، لكن أنت تغضب إذا قيل وجهك وجه حمار. فوجه الله ليس كوجوه خلقه، وجوهنا حكم عليها بالفناء، وجوهنا ستفنى، وجوهنا مكشوفة ولا تحرق شيئا، لكن وجه ربنا الأعلى كما قال عن نفسه يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الرسول لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. فإياك أن تلتفت في الصلاة، أنت طالما أنت تصلي مقبل على القبلة لا تلتفت، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. كيف ذلك؟ صفة يعلمها ربنا. فالنبي سئل عن الالتفات في الصلاة قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فإذا كنت تصلي فلا تلتفت يمينا وشمالا ولا تنشغل عن صلاتك وعن تدبرها وعن الخشوع فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمركم بالصيام، الكلمة الثالثة وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، صرة من مسك محشوة مسك في عصابة معصوب عليها يعني، كلهم يجد ريح المسك في عصابة، وقيل عصابة من الناس، عصابة من الناس، لكن أدت عنها الكلمة الأولى معه صرة في من مسك في عصابة أي من الناس، في عصابة كلهم يجد ريح المسك، كلهم يجد ريح المسك. فأنت طالما أنت صائم لغوب فمك، أو كما قال الرسول فإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أنت صائم وفمك له رائحة قد تكون ليست بطيبة لصيامك وعدم تغيير طعم الفم بأكل بشرب، الصائم هكذا خلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك. فطالما أنت صائم ريحك طيب، ريحك طيب عند الله سبحانه وتعالى، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال وأمركم بالصدقة، أمركم بالصدقة وهي الكلمة الخامسة، وكأنها تعادل الزكاة، لأن على النسق الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. قال وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فقال هل أدلكم على أن هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. ما معنى هذا المثل؟ واحد خلاص أخذه الأعداء وربطوه، ربطوا يديه إلى رقبته استعدادا للشنق أو استعدادا للقتل. قال لهم طيب يا جماعة فكوني أجيب لكم أشياء، أعطيكم أشياء تكون سببا في أفتدي نفسي بها، أجيب لكم مثلا 1,000,000 جنيه، أأتيكم ب10,000,000 جنيه يفتدي نفسه بالقليل والكثير. حتى قالوا نحن موافقون، ادفع الفلوس وماذا ونحن نفكك. فكذلك الذي استوجب العذاب من الله أو كاد أن يستوجب العذاب إذا تصدق، الصدقة سبب في فك الوثاق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، الحديث وفيه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فكلما تصدقت كلما كانت الصدقة سببا في إنقاذك من النار، كما أن الفدية في الدنيا سببا لإنقاذك من القتل من أيدي الأعداء، كما قال صهيب رضي الله عنه وكان خرج مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعه المشركون أدركوه كادوا أن يدركوه، فقال لهم صهيب قد علمتم أني من أرماكم بالنبال، والله لن تصلوا إلي حتى أفرغ هذه النبال فيكم ثم أقتل، إن أردتم ذلك فعلتم، وإن أردتم أن تأخذوا أموالي التي أملكها وتخلوا بيني وبين هجرتي فأفعل. قالوا ما أموالك؟
قال لي قينتان بمكة جاريتان ولي من المال كذا وكذا وكذا في مال كذا وكذا، تأخذوها تخلوا بيني وبين الهجرة أو لا تنفذوا لي حتى تقتلوني؟ قالوا لا نرضى بالمال وأمشي، الله يسهل لك على كلامهم. قال فأعطاهم أمواله فكا لنفسه من القتل، فلما ذهب إلى الرسول استقبله وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فالشاهد أن الصدقة، وليعلم ذلك البخلاء الذين أوتوا من الكنوز ما تكفيهم وتكفي أبناءهم وتكفي ذرياتهم ومع ذلك بخلاء، أعلموا أن الصدقة سبب في فكك من وثاق العذاب والعياذ بالله. فهذه الوصية الرابعة، أمركم بالصدقة، وضرب لها مثلا من الأمثال الدنيوية المعروفة. ثم قال في الوصية الخامسة، وأمركم بذكر الله تعالى، وإن مثل ذلك ذكر الله كثيرا، أمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سران في إسره فأتى حصنا حصينا فتحصن به. واحد بيجري والأعداء وراءه، الأعداء وراءه فيجري سيدركونه، دخل حصنا حصينا أغلق على نفسه فتحصن به. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله سبحانه، يعني ذكر الله في الإنقاذ كمثل رجل يطارده الأعداء، والشيطان يطارد بني آدم، الشيطان أقسم أنه يفتن العباد، لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. ما معنى أحتنكن ذريته؟ أجعل الجام في حنكه، في حنكه أقوده، وجهه وكذا يمينه، وجهه وكذا يسارا، أصرفهم عن الحق. فأحدكم مع الشيطان كمثل شخص تابعه العدو سراعا، الأعداء يجرون وراءه بأقصى سرعة وهو يجري، فأتى حصنا حصينا فتحصن به، دخل فيه وأغلق على نفسه. وكذلك أنت يا عبد الله إذا ذكرت الله تحصنت من الشيطان، ما ذكرت الله استلمك الشيطان وقبض عليك. قال ربنا في كتابه الكريم، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ وقال تعالى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فطالما أنك في ذكر أنت في حصن، غفلت عن الذكر هجم الشيطان ويثب الشيطان عليك، ذكرت الله انخنس وابتعد واختفى. ألم تر أن الله قال قل أعوذ برب الناس إلى قوله قل ملك الناس إليه الناس من شر الوسواس الخناس يخنس عند ذكر الله. فإذا ذكرت الله انصرف عنك الشيطان، ستغفل الشيطان سينقض. فلذلك اذكروا الله ذكرا كثيرا. في الوصية ليحيى عليه السلام، أمركم بذكر الله كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الحث على الذكر بكثرة تعددت به الآيات، لم يقل تصدقوا كثيرا، لأن الصدقة لها فقه، لا تضيع أولادك، لك حق ولنفسك حق ولأولادك حق. لكن ذكر الله وسعت الأوامر فيه، اذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحوه بكرة وأصيلا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كالصلاة على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. قال وأمركم بذكر الله كثيرا، فعلينا أن لا نغفل عن ذكر الله، فإننا دوما في حفظ وصون وحماية من الله سبحانه وتعالى إذا كنا لله عز وجل ذاكرين. هذه الخمس وصايا التي أمر بها يحيى عليه السلام بني إسرائيل بناء على وحي الله إليه، بلغها يا يحيى، اعمل بها وأمر بني إسرائيل يبلغوها. الوصية الأولى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الوصية الثانية الصلاة، الوصية الثالثة الصدقة، الوصية الرابعة الصيام عفوا، ثم الصدقة، الوصية الرابعة الصدقة، الوصية الخامسة ختامه مسك وهو ذكر الله ذكرا كثيرا. بعد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأنا أمركم بخمس وأنا أيضا أمركم بخمس أمرني الله بهن بالجماعة، الجماعة العامة لأهل الإسلام. عليكم بالجماعة، فمن شذ شذ في النار، أو عفوا فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. فلا تشق العصا عصا الطاعة وتشذ وتخرج على المسلمين ضريبا بالسيف أو طعنا فيهم بالرمح وهم على إمام واحد مسلم يقودهم بكتاب الله ويقودهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بالجماعة، وهذا في كما قال الإمام أحمد في الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون ويقولون هذا إمام، ليس إمام الجماعة الصغيرة وكل واحد يأتي بعشرين واحد من قريته ويقول أنا الأمير وعليكم بالسمع والطاعة، والجماعات التي يؤمرون واحدا منهم ويأمر الناس بالسمع والطاعة له، وليس بممكن وليس بذي سلطة ولا يستطيع إقامة حدود ولا يستطيع إقامة أوامر الله سبحانه. وأمركم بالجماعة في الجماعة العامة لأهل الإسلام. ومن فضل الله علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. هناك اجتهادات من بعض أصحاب رسول الله، جانبوا في أصحاب، لكن جماعة الأصحاب أصحاب رسول الله على رأي، ممكن يشذ واحد لأننا بشر يشذ فهم مسألة، ترى الجماهير من الصحابة يعارضونه ويوجهون للصواب وإلى الأرشد. أمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، والسمع والطاعة في المعروف كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام. السمع والطاعة في المعروف، قال النبي إنما الطاعة في المعروف. والسمع والطاعة والهجرة، كان هذا في زمن النبي، الهجرة إلى مدينته، أما بعد الفتح فلا هجرة بعد الفتح. أعني بالهجرة التي ليست بعد الفتح الهجرة إلى مدينة رسول الله كي تحظى بثواب المهاجرين الذين أثنى الله عليهم في كتابه الكريم. لكن الهجرة من مواطن السوء إلى مواطن الخير دائما مشروعة. حديث قاتل 100 نفس أمر أن يهاجر، يترك بلده ويذهب إلى أرض فيها لصلاح. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والجهاد في سبيل الله، الجهاد لا يقتصر على الضرب بالسيوف أيها الإخوة، الجهاد هناك جهاد بالنفس، لكن الرسول والذين آمنوا معه جهادوا بأموالهم وأنفسهم، هناك جهاد بالمال، هناك جهاد بالكلمة، أفضل جهاد كلمة حق عند سلطان جائر على ما حسنه بعض العلماء، جهاد بالكلمة، جهاد بالنفس، جهاد بالقلب، جهاد بالمال لنصر دين الله. الشاهد أن تسعى جاهدا لتكون كلمة الله العليا، وسواء باللسان، فإن كثيرا من الأنبياء لم يجاهدوا بالسنان، لم يجاهدوا بالسيف. إبراهيم ما جاهد بالسيف، نوح عليه السلام ما جاهد بالسيف، عليه الصلاة والسلام، هود ما جاهد بالسيف، لوط ما جاهد بالسيف، صالح ما جاهد بالسيف، يوسف ما جاهد بالسيف، وهم أفضل المجاهدين. فالجهاد قد يكون بالسيف والسنان، وقد يكون أيضا قد يكون باللسان وتبليغ كلمة الله وصدع بكلمة الحق وتبليغ دين الله عز وجل. قال فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. معروف أن هذا في الإمام الذي اجتمع عليه المسلمون، وليس معنى أنه خرج عن الجماعة في فرع من الفروع فقد يشذ عالم ويجتهد، ليس معنى هذا أنه كفر أبدا، إنما المعنى الخروج تاركا للإسلام وتاركا للمسلمين كالارتداد ونحوه. قال إلى أن يرى ومن دعا بدعوى الجاهلية فمن جثة جهنم، عياذا بالله من التداعي بدعوى الجاهلية، تقول أنا ابن فلان وأنا ابن فلان وتفتخر بالأحساب وتنشر تراث الجاهلية وتفتخر بالكفار، كل هذا من جثة جهنم. وقد قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فقد يكون في الشخص وهو مسلم شيء من أمر الجاهلية ولا يكفر، فليس كل من فيه شعبة من شعب الجاهلية يكفر. النبي قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قال لرجل يا ابن السوداء، قال أعلى حالتي هذه من الكبر يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإنه من جثة الجاهلية. قالوا يا رسول الله إن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بما سماهم الله المسلمين المؤمنين عباد الله.
نعم الختام، سمانا الله مسلمين، لا داعي للتفرقة، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، تسموا بما سماكم الله به. في الرواية الأخرى لهذا الحديث هو سماكم المسلمين، المؤمنين عباد الله، فاسمنا مسلمون. وأي تفرقة من شأنها أو تسمية من شأنها أن تفرق الجماعة المسلمة تسمية مذمومة، حتى لو كانت كلمة المهاجرين والأنصار. تعرفون الصحابي الذي تضرب مع الأنصار، مهاجري تضرب مع الأنصار، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال الرسول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنهم انتنى، مع أنهم يتنادوا بالمهاجرين والأنصار. فإذا كانت الدعوة التسمية ستتشبب في شق الصف فلا، إنما نحن مسلمون. وفي الكتاب العزيز ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي هذا القرآن اسمكم أيضا مسلمون. بهذا القدر أجتزئ، وكما أسلفت في هذا الحديث يحتاج إلى سفر جليل لشرحه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وينفعنا وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام لا يفوتني أن أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذا البيت وبيتهم، وأن يجازيهم كل خير على ما قاموا به من إكرام أضيافهم، وأن يجعله بيتا عامرا بذكر الله تبارك وتعالى، وأن يجعل بيوتنا وبيوتكم دائما وأبدا عامرة بذكر الله عز وجل. فجزاهم الله كل خير على ما بذلوا وبالغوا في إكرام أضيافهم. شكر الله لهم الأخ محمد بن عيسى محمد بن المغاوري عيسى حفظه الله، والأخ إبراهيم وإخوانهم بارك الله فيهم. وثم هناك بعض الفوائد مع أستاذنا أرباب البيت، مع أخي الدكتور، هو رفض أن أقول الأستاذ الدكتور، فأنا معذرة يعني معلوماتنا بالأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس والمدرس المساعد قليلة، فهو يعني من تواضعه كدت أن أقول الأستاذ الدكتور، لأنه كان من الأوائل على محافظته في الثانوية ودخل كلية طب الزقازيق أيضا والأول عليها من الأوائل عليها دوما. أخي الأستاذ الدكتور شريف بن محمد بن شرف الدين قال أن اسمي مدرس في الترتيب الجامعي، لست بأستاذ إنما أنا مدرس، فلهم مناصب هم يعرفونها. المهم نحسبه من أهل الفضل والصلاح، ونحسبه على قدر علمنا ماهرا في علم الطب بالعيون في جامعة الزقازيق كلية الطب، وماهرا بعيادته وعمله في ميت غمر، فسمعته طيبة هنالك. فمع أخي الأستاذ عفوا المدرس بكلية الدكتور المدرس بكلية طب الزقازيق، سامحنا عم شريف أنا مدرس العيون، ونحن نحب أن نستفيد من علوم الدنيا أيضا ومن أساتذتها ومن مدرسيها في هذا الصدد. فمن دعاء أهل الإيمان ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمع المدرس الدكتور شريف ابن محمد ابن شرف الدين، ولا تحزن من إضافة اسم ابن، فإلا إذا كنت حزين من أبيك وحاشاك أنت، شريف ابن محمد ابن شرف الدين مدرس العيون في كلية طب الزقازيق، وعياداته شهيرة في ميت غمر حفظه الله وأجرى الشفاء على يديه. وكان دوما يذكرني بدعوة أبيه له وهو صغير لما دخل كلية الطب سنة أولى، قال أبي كان يدعو لي يقول الله يقيك شر المهنة. فأحيانا الشخص يكون ماهرا وتزل قدمه في مسألة يضيع كل علمه بالطب عند الناس. فأنا سأنتقل وهو يأتي مكاني وسنوجه إليه بعض الأسئلة. لا هذا مكان نتوصل، لا هو رجل متواضع نكون أشد. لا تقسم وليس عليك كفارة إن شاء الله، لغو يمين. مرحبا ب الدكتور المدرس في كلية طب الزقازيق حفظه الله تعالى وسلمه الله من كل مكروه ومن كل سوء. حفظك الله يا دكتور شريف. ترى يا دكتور شريف ان اسمك شريف بفتح الشين، المصريون يكسرونك يقولون شريف، وهذا من لحنهم
كما يقولون عبد الرحيم، يقولون عبد الرحيم، وهذا أيضا خطأ في أسماء الله الحسنى، أن الله مش اسمه الرحيم، ويقولون عبد الكريم، عبد الكريم يقصرون الكاف، غلط أيضا. فأنت شريف، شريف ابن محمد ابن شرف الدين، وفقك الله يا أخ شريف. ونعلم أن عندك خبرة كثيرة بطب العيون، وقد ذكرتنا في مجلس من المجالس أن لله عز وجل آيات عظيمة في الإبصار، فالسمك يرى في الماء، والخفاش يرى في ساعة واحدة من إلى غير ذلك. فلتذكرنا بشيء من آيات الله في الإبصار، وبما تنصح كبار السن من أمثالنا فيما يتعلق ببصرهم. فالشاعر يقول: وقد أصبحت أرى الإثنين أربعة، والأربعة إثنين لما هدني الكبر. فتفضل مشكورا، أفدنا بما مما علمك الله. تفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه إلى يوم الدين وبعد. ولماذا كفى؟ الحمد لله وكفى، لماذا كفى؟ لماذا لم أقل الحمد لله حمدا كثيرا؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. غير مكفي، أحسنت. تفضل. تكلمنا في المرة السابقة تحت عنوان ألم نجعل له عينين، وذكرنا بعضا من آيات الله عز وجل في خلق الإنسان، في خلق العينين والرد على الملحدين وغير ذلك. ذكرنا، تكلمنا عن ماء العين وأهمية ماء العين وأنه لا يتجمد، تكلمنا عن بعض الأشياء في الشبكية، تكلمنا عن بعض الأشياء في إعجاز وبديع صنع الله عز وجل في خلق العين. أيضا من هذه الأشياء استكمالا للفوائد، كي ندرك نعمة ربنا عز وجل علينا ونشكر ربنا عز وجل على نعمه سبحانه وتعالى، أشياء قد يغفل عنها الإنسان، وكثيرا ما يغفل عنها الإنسان. دكتور شريف، قد يكون إخوانك لم يسمعوا آيات الله في ماء العين، يعني ماء العين، أنواع ماء العين. هناك ماء العين الخارجي اللي هو الدموع، الدموع الخارجية تختلف تركيب الدموع، دموع الفرح غير دموع الحزن، درجة الحامضية بتاعتها مختلفة. دموع الحزن تؤذي العين، يعني مش أي دموع وخلاص. الدموع مليئة بالمواد الفعالة، مليئة بمضادات البكتيريا، مليئة بمضادات الفيروسات، مليئة بالمواد الواقية، مليئة بالأغذية للعين. فالدموع دي الماء الخارجي. الماء الداخلي، ماء العين الداخلي لا يتجمد. الإنسان فينا لو كان في منطقة متجمدة زي بعض الدول اللي بيحصل فيها تجمد، بيلبس كاب على دماغه، بيلبس ودانة، بيلبس معطف ثقيل، بيلبس قفازات، يلبس حذاء عزكم الله، يعني جسمه كله متغطي، لكنه لا يلبس شيئا لعينيه. ليه؟ لأن ماء العين لا يتجمد. السائل اللي داخل العين فيه مضادات التجمد. ميت السيارة، ميت الرادياتير المبرد بتاع السيارة، يضاف عليها في هذه البلاد مضادات للتجمد زي إيثيلين جليكول أو غيرها من المواد، لكن ماء العين لا يتجمد. هذا الماء فيه مضادات للتجلط، هذا الماء فيه مضادات لأشياء كثيرة جدا، وبعض الأغذية لداخل العين. فماء العيون كما نقول، هذا كلام يكتب بماء العيون، هذا ماء العيون، هذا إيه يعني؟ ثمين جدا ونعمة طبعا، لا مقارنة. يعني ماء الذهب يستقى، أما ماء العيون فمن أين يأتي؟ ما هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون، إن ربك هو الخلاق العليم. تخيل كده احنا قاعدين بقالنا دقائق كثيرة، في كل دقيقة العين بترمش كم مرة؟ حوالي 15 مرة، 13 15 17، وأنت لا تحس بها. مين فينا حس ان عينيه رمشت في الدقائق دي اللي فاتت 15 مرة؟ في الساعة اللي فاتت رمشت كم مرة؟ في اليوم كم مرة؟ اضرب كده هيطلع في اليوم عندك آلاف المرات في اليوم وانت لا تحس بها. هذه الرمشه بتغسل العين، بتمسح العين، بتوزع الدموع عشان تنظف العين. تخيل كده احنا في السياره، زجاج السياره بيحتاج لايه؟ لتلميع وتنظيف. مساحه العربيه، يعني افخم انواع السيارات واغلى انواع السيارات، المساحه بتشتغل كم مره؟ الرموش بترمش في اليوم حوالي 20,000 مره او اكثر، 20,000 مره في اليوم. طب انت حسيت بال 20,000 مره دول؟ يعني على فرض انك التاريخ متيقظ فترات طويله، ما حسيتش بيها. وتخيل بقى مساحة عربية بتشتغل 20,000 مرة أو 10,000 مرة في اليوم، هتبوظ بعد أسبوع. ولكن هذه النعم من الله عز وجل، يعني متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. أيضا وأنت بتنظر، ساعات بتنظر لحاجة بعيدة وبعد كده تنظر لحاجة قريبة، بتبص على الطريق وبعد كده بتبص في الساعة وبتبص في الموبايل بتاعك. الحركة دي من البعيد للقريب، هناك تكيف من العدسة البلورية اللي ربنا أعطاها لنا، بتشتغل يعني دون تفكير منا.
يعني رباني دون تفكير منا. والشيخ لسه منبهني حالا على ما نقولش ايه فواكه طبيعيه، نقول فواكه ايه ربانيه، لا نكون مثل الطبيعيين الذين ينسبون كل شيء الى الطبيعه. فالحاجه بتشتغل ايه رباني دون، وهذا من لطف الله عز وجل كما قال السعدي عليه رحمه الله، من معاني اسم الله اللطيف انه يدبر لعباده الخير من حيث لا يدرون، وينظم امورهم وشؤونهم الداخليه والخارجيه من حيث لا يحتسبون. محدش فينا مشغل قلبه وبيوقف ويزود سرعته عشان هيجري، او بيقلل سرعه القلب عشان ينام، ولكن الله عز وجل اللطيف الذي يدبر لنا كل هذا سبحانه وتعالى. فتخيل انك باصص بعيد باصص قريب، مع السن مع تقدم السن كده يعني الانسان لما يقرب بقى مرحله الشباب 40 سنه يبدا الايه الرؤيه القريبه دي تضعف، يبدا التكيف او الزوم اللي في العين ده يضعف، فيحتاج لنضاره قرايه توضح له، مش تكبر له، توضح له القريب. تخيل كده بقى بعد كده لو عمل عمليه مياه بيضاء وشال العدسه البلوريه وزرع عدسه، حتى لو عدسه متعدده البؤرات، فانه ايه يعني لا يقارن ذلك بنعمه الله عز وجل. العدسه بتاعه العين اللي بتشوف البعيد وترجع تتكيف عشان تشوف القريب حوالي 100,000 مره في اليوم، 100,000 مره في يوم واحد ودون مجهود منا. الرمش الذي نرمشه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. طرفه عين دي يعني ايه؟ فتره قليله، هذه الفتره ما بتاثرش على الصوره، يعني انت تراني ورمشت لسه صورتي قدامك، الصوره ما اضطربتش. ليه؟ اصل الشبكيه بتحتفظ بجزء من الصوره او تحتفظ بالصوره بمقدار طرفه العين دي، بحيث انك لما انت ماشي على الطريق ورمشت الطريق هيروح من قدامك، لا الطريق امامك ما زال كما هو، والشخص امامك ما زال كما هو. ازاي ده انا كنت في جزء مغمض، الشبكيه محتفظه بالصوره في الجزء اللي انت مغمضه دوت، والصوره ما راحتش منها، او استقبال الصوره او ترجمه الصوره في المخ موجود في الايه، موجود في 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 هذه الفتره بدون خوض في التفاصيل. يعني يبقى رمش العين مئات الالاف من المرات، حركه بؤبؤ العين ملايين المرات، بصمه العين، احنا ممكن يكون اتنين توامين متماثلين لكنهم مش زي بعض، لازم في اختلاف. طب تخيل بقى ان بصمة العين بتاعتي الخاصة بي تختلف عن بصمة العين الخاصة بحضرتك، الخاصة بحضرتك كم اختلاف؟ هناك 250 وجه للاختلاف بين بصمات الاعين او بين بصمات العيون، 250 وجه. 7-8 مليار بني ادم اللي عايشين على وجه البسيطة في بينهم 250، وبالتالي صعب جدا انك تلاقي بصمة عين زي بصمة عينك زي حتى لو توأم متماثل، في حين ان بصمات الاصابع اوجه الاختلاف بينها 40 وجه بس، وبصمة العين 250 وجه. عشان كده كتير من المطارات واللي رايح مسافر العمرة والسعودية يقول لك ايه هناخد بصمة العين، ده مش منظر، ده حقيقة. بصمة العين لما بتتاخد مظبوطة بياخد خصائص، انت ممكن تكون شبهي او انا شبهك ولكن بصمتي مختلفة عن بصمتك، وايه لا ده الشخص ده مش هو اللي اتاخد منه البصمة دي. فبصمة العين ديت من ايات الله عز وجل كما قال تعالى بلى قادرين على ان نسوي بنانا، وكما قال تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون، هذا في انفسنا نبصر ونتأمل ونتفكر في خلق الله عز وجل في أنفسه. أيضا من آيات الله عز وجل في الرؤية إعجاز الإعجاز والآية في بديع صنع الله عز وجل في الشبكية. الشبكية هي المستقبل وتصل بالنبضات إلى المخ والمخ يرى. الشبكية قادرة على مجموعة من العمليات الحسابية ممكن تصل لمليارات العمليات في الثانية الواحدة. يعني الشبكية تقدر تستقبل وتعدل وتحور من 2 مليون صورة في ثانية واحدة، مع ان اللي قادم لها ممكن يعني 2 مليون عملية، لان انا باصص دلوقتي شايف حضرتك قدامي، وفي المجال الابصار بتاعي شايف الناحية دي وشايف الناحية دي، شايف كل جزيئات جسمك، شايف الستارة، شايف الازاز، شايف الارضية، شايف المنضدة، شايف الكذا، كل دي جزيئات صورة، والشبكية بتستقبلها جميعا وتعمل لها تعديل واستقبال وتبعتها للمخ، والمخ بيترجم كل دوت، وانت ايه لا خالص، ولا تبذل اي مجهود ولا تدفع اي ثمن الا ايه يعني الشكر لمن يشكر، الحمد لله حمدا كثيرا. يعني تخيل كده احنا عشان نظبط الكاميرا هنظبط الكاميرا والفوكس والزوم وقرب وبعد عشان نطلع بس صورة، ولو الشخص حرك شوية كده شوية كده الكاميرا مش هتجيبه، العين بتجيب حاجات كتيرة والشبكية بتجيب حاجات كتيرة، وهذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا سبحانه وتعالى. دكتور شريف يعني خفاش نظر يختلف عن نظرنا ولا القطط، خفاش يرى بأذنيه، خفاش يرى بأذنيه، يعني بيستقبل الموجات الصوتية بأذنيه، فهو لا يرى أو يعني نظره ضعيف لكنه يرى بأذنيه،
بيحس بالحاجه اللي قدامه عن طريق الموجات الصوتيه راحت وجت، مسافه قد ايه بتتحسب بقى في المخ بتاعه. يبقى انا قدامي حاجه تلاقيه قرب جدا من الشيء وفجاه انحرف. ليه؟ التقط انه في حاجه قدامه. هو دكتور لو النور انقطع الوقت احنا مش هنشوف حاجه. لكن في كائنات اخرى هترى. البومه ترى في الظلام والقطط ترى في الظلام. بيحصل تكيف بعد فتره من الظلام، بيحصل تكيف بعد حوالي 30 دقيقة كاملة في الظلام، بيحصل تكيف ان الانسان بيبدأ يشوف الحاجات اللي حواليه فهي ايه بقى، اشباح، ظلال من الاسود والابيض والرمادي. انا دلوقتي اول ما انضلم النور مش هنشوف حاجة خالص. بعد 30 دقيقة ربنا اعطى للانسان، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اعطى للانسان قدرة على الايه، على انه يرى هذه الاشياء. بس بعد فترة انسان قعد في الظلام بقاله نص ساعة، بعد نص ساعة هنبدأ نشوف ايه ده، في ظل هنا عمود، وفي ظل هنا حاجه زي استاره، وفي ظل هنا ممكن كريستالات، وفي ظل هنا زي ارضيه. فيبدا يستقبل استقبال يعني يكون تقريبا كافيا انه يتجول في المكان او يبصر طبائع الاشياء. ده اسمه التكيف. لا، رؤيه حقيقيه. بعد الفتره ديت الشبكيه فيها نوعين من المستقبلات، مستقبلات في مركز الشبكيه مركزه خاصه باساسا بالالوان ودقه الرؤيه، ومستقبلات في اطراف الشبكيه اللي هي الايه، اللي هي العصيات. المستقبلات ديت ترى في الظلام، هي وظيفتها الرؤية في الظلام. وبعد فترة من التعرض للظلام بتبصر بدرجة عالية جدا ملامح، او بدرجة واضحة ملامح الاشياء التي حولنا، بس على هيئة ايه، ظلال من الاسود والرمادي وكده، بين الاسود والرمادي ظلال. لكنه نقدر نحدد ان في جنب ترابيزة، في جنب بعد نص ساعة تقريبا من المكوث في الظلام الدامس دون بصيص من النور. يعني جفاف العين مشكله شائعه ومنتشره في الصغار وفي الكبار، وازدادت كثيرا جدا في الفترات الاخيره بسبب الموبايلات. اهم حاجه للعلاج او للوقايه من جفاف العين، طبعا اسبابها عندنا في مصر وفي كثير من البلاد، رمد حبيبي ده بيؤدي للجفاف، نقص فيتامين الف، كثره المشاهده للشاشات، الانسان ما بيبربش كويس، فبالتالي العين ما بتتغسلش بالدموع كويس، انسان بيجهد عينيه اكتر من اللازم، بياخدش فيتامينات كويسه، بيتعرض للاضواء الضاره اللي طالعه من الشاشات. كل الاشياء دي تجنبها هيؤدي لصحه العين ويقلل جدا من الجفاف. ارفق منها دكتور شريف واحده واحده في الذي ذكر عشان نستوعب. فيتامين الف يعني ايه اللي يقوي العين شويه؟ فيتامين الف موجود في الخضروات. الخضروات. زي شبت وكزبره وخيار وجزر. طيب ايه تاني اللي نتقيه؟ نتقي مشاهده الشاشات في الظلام. الموبايل في الظلام ده من الاشياء الخطيره جدا. خلايا. تخصص اذن. تخصص اذن. فهل الخلايا الذي يفقدها الانسان في المكالمات اللي هي الاذن تاثر على لا بنتكلم على الرؤيه. الرؤيه انا بقى انظر للموبايل بيطلع منه اشعه ضاره، وخاصه الجزء الازرق من الطفل المرئي، هذا يضر الشبكيه. طبعا كتير من الشباب متعود على الضلمه لاسباب او اخرى، عشان ما حد يشوفه، او عشان هو متعود قبل ما ينام، فهو متعود هذا الظلام يؤدي ان البؤبؤ بيتسع، فيدخل اشعه ضاره بنسبه اكتر للعين والاطراف الشبكيه، فعلى المدى البعيد بيحصل ايه، يحصل مشاكل كتيره جدا. يعني تنصحنا تجنب الخضروات، تجنب مشاهده الموبايل في الظلام، تجنب مشاهده، وتجنب الاطاله على الموبايل، تجنب الاطاله. ولسه كنا بنتكلم برضو في جزء خاص غير خاص بالعين، الرقبه. انا وزن الراس بتاعتي وبتاعتك برضو 4.5 كيلو تقريبا. لما توطي 15 درجه وزن الراس بيعمل حبء على العمود الفقري حوالي 11 كيلو، لما توطي 45 درجه بيعمل حبء حوالي 20 او 21 كيلو، عبء حمل. فلو انت هتشاهد يبقى ايه، مباشر، مش موطي كده ولا راجع لورا، لا خليك مباشر، بحيث ان ايه، حتى وزن الراس ما يعملش حمل على فقرات الرقبه. فانا صح للطلب يا دكتور شريف. ايوه الطلب اللي عندكم كله الان قاعد موطي على الموبايل كده و قلت الخفاش والسمك والكلاب والصقر والحاجات دي تختلف رؤياها عن يختلف ابصارها عن يعني ربنا سبحانه وتعالى اعطى كثيرا من الكائنات قدرات بعضها ليس في البشر. يعني النحل مثلا، النحل يرى الاشعه الفوق بنفسجيه ويميزها تمييزا جيدا كما سبق وذكرنا. يعني ايه الاشعه الفوق بنفسجيه؟ الطيف اللي احنا بنشوفه، الضوء اللي احنا بنشوفه بتاع الشمس او بتاع الاضواء العاديه، بيتكون من 7 الوان. في جزء من الضوء اللي هو الاشعه فوق البنفسجيه، وفي جزء من الضوء اللي هي اشعه تحت الايه، تحت الحمراء. الاشعه تحت الحمراء فيها طاقه حراريه اكتر، واحنا ما بنشوفش ديت ولا بنشوف دي، ولكنها تؤثر علينا.
يعني بعض مثلا الامراض زي الزفره، ويقال ان بعض الامراض زي مثلا امراض الشيخوخه زي المياه البيضاء قد يكون سبب فيها كثره التعرض للاشعه الفوق بنفسجيه في ضوء الشمس. فالجزء بتاع الفوق بنفسجيه الانسان لا يراه، انا ما بشوفوش، ولكن النحله يراه، ومش بس يراه، ده بيراه ويستخدمه في تحديد اماكن الخلايا اللي بيروح يلتقط منها الرحيق. النحله جت الخليه، جت الخليه وقالت للمجموعه اللي معاها على مكان الخليه ازاي، باشياء كتيره. بتحدد مكان الخليه عن طريق زاويه تعامد الخليه مع الشمس عن طريق بالاشعه الفوق بنفسجيه، وبتتحرك مسافه معينه وتحدد مكان الخليه تاني، وبترشد المجموعه لمكان الخليه عن طريق حركات دورانيه دائريه او اهتزازيه او حركات متقاطعه، تقول لهم الخليه على بعد 50 ل 100 متر او 100 ل 200 او 200 ل 800، الخليه في الاتجاه ده، الخليه فيها رحيق كتير، الثمره فيها رحيق كتير او قليل. الكلام ده درسه عالم نمساوي كارل فون فريتش سنين طويله. ده قاعد يقول بقى، يحلل يلاقي ويدرس النحل راح وجه وقال ايه وتحرك ازاي، واول ما وصف هذا الكلام اتهموه بالجنون، الراجل خرف. وبعد سنوات بدا يدرسوا كلامه لحد ما تبين ايه، ان كل كلمه قالها صحيحه، وادوا له جائزه نوبل في العلوم سنه 73. الراجل يعني بيحلل النحل سبحانه وتعالى، يعني هذا من قوله تعالى: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. هذا يعني من بديع صنع الله عز وجل، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم يعني هدى. النحل له صفه في العيون، ليست لنا اشعه فوق نفسجيه يراها. وعندنا في السنه في شان الديكه: ترى الملائكه، ترى الملائكه اذا سمعتم صياح الديكه فاسال الله من فضل في النار رأت ملكا، سمعتم نياق الحمار في النار رأى شيطانا، شيطانا، والسمك يرى في الماء، صح كده؟ الواحد لو نزل في الماء قوة نظره أكثر منا يا دكتور شريف. الصقر يرى من المسافة البعيدة 2 كيلو، يقدر ينقض على فأر في الحقل من مسافة 2 كيلو، ينقض يراه وينقض عليه. وممكن واحد واقف جنب الحقل مش شايف الفأر الصغير اللي ماشي ده، والصقر جايبه من مسافة 2 كيلو من السماء وينقض عليه ويلتقطه بكل سرعة. هذا من تيسير الله عز وجل له. حاجة يا دكتور شريف، هذه الأيام كده جابوها الأبناء على القنوات، بقر او جاموس يلف حوالين بعضه في دايره، دوران مستمر متصل. انا تفسير عندكم؟ لا ادري عنها شيء. لا تدري عنها، انا سمعتها بس ما ادريش. اسئله اخوان. في حديث صحيح البخاري ومسلم، مش بس سعد بن زيد: الكمأه من المن وماؤها شفاء للعين. فايه الكمأه، وهل تستخدم في ادويه العين ولا لا؟ هو الكمأة يعني او الترفاس او لها اسماء كثيرة، عبارة عن نبات بيطلع في الاماكن اللي فيها اسمدة نيتروجينية او برق ورعد كتير ولا يزرع، وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من المن، يعني ايه كالمن الذي ايه جاء ارسل من الله به على بني اسرائيل. وهي عبارة عن شبه جوز الهند وجواها سائل كده شبه السمن، ومفيدة في اشياء كثيرة، وفي الخليج معروفة، وفي سيوة ايوه، لان هي بتعتمد على اسمدة نيتروجينية، في سيوة معروفة، وفي روسيا، وفي بعض الاماكن الخليج بيخرجوا لاصطيادها، يعني مش يعني بينقوها كده من الايه من التربة. ده من الناحيه اللي هي الايه اقتصاديتها، لكن بالنسبه للناحيه الطبيه الابحاث عن الكمأة ضعيفه جدا، ضعيفه جدا. في القديم الامام النووي عليه رحمه الله يقول: وقد حدث حديث كما حدث ذلك للعالم الايمن الكمال بن عبد الله الدمشقي عليه رحمه الله، ان كان قد ذهب بصره واستعمل ماء الكمأة فعاد اليه بصره. طب احنا عشان نتكلم يعني في العصر في لحظة يا دكتور شريف، ان يقولون لا يستعمل ماء الكمأة صرفا بل يخفف يعني احيانا ممكن تسبب عمى مركز. الابحاث العلمية في الاشياء دي للأسف ضئيلة جدا، وهذا من فقرنا، ان احنا يعني الغرب لو عنده اشياء مثل هذه هو ممكن يبحثوها من الناحيه العلميه عشان ايه، عشان الشهره او عشان الدخل او العائد المادي، لكن احنا عندنا اشياء في السنه كثيره جدا تحتاج لمثل هذا البحث، لكن للاسف الابحاث دي محتاجه لايه، دعم وتمويل بملايين ملايين لبحث واحد. الكاميرات الحديثه اللي هي بتتتبع، يعني في كاميرا دلوقتي بتتتبع حراره الجسم او الشخص، كاميرا حراريه دي اخذوها من حاجه من العين او من الرؤيه. ما هو التتبع الحراري ده موجود في كائنات بتتبع الحراره. يعني من ابرز الكائنات اللي بتتبع الحراره يا جماعه عارفين ايه؟ البعوضه. البعوضه فيها اجهزه تتبع حراري، وبتميز الانسان على حسب الحراره طالعه من جسمه، بتميز الذكر من الانثى على حسب البعوضه الفرق. في ذباب في
لا مش الذباب، انا اقصد الناموس اللي هو الناموس. وطبعا دي محتاجه يعني كلام لوحده كده، ليها كام سنه، ليها كام فك، ليها كام مقص، ليها كام عين، ليها كام قلب، ليها كام ضرب الله، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقه. هذه البعوضه مليئه بالايات، مش مجالنا في العيون. اكثر من عينين دكتور. كتير كتير، ده حتى الذباب له عيون كثيره. الذباب والكثير من الكائنات لها اكثر من عينين. اهم النصائح لمريض السكر، اول واهم نصيحه تظبيط السكر. وتظبيط السكر مش تظبيط وقتي، يعني انا حللت لقيته كويس، لا، تظبيط السكر على المدى البعيد اللي هو السكر التراكمي. السكر التراكمي بيعبر عن متوسط نسبه السكر في الدم في خلال 3 شهور. انا ممكن اصحى وسكري الصبح كويس بس في الوسط ملخبط وبعد كده بقى كويس، لا، السكر التراكمي بيعبر عن متوسط الثلاث شهور، هو ده المعتمد اساسا في ايه، في الوقايه من مضاعفات السكر. مش في العين بس، السكر بيأثر على العين، بيؤثر على العين، بيؤثر على القلب، يؤثر على الكلى، يؤثر على الضغط الدمي، يؤثر على الاعصاب الطرفيه والدوره الدمويه الطرفيه، بيأثر على اشياء كتيره جدا. فاول حاجه السكر التراكمي، وده بيستلزم ايه، نظام غذائي منضبط. تاني حاجه الفحص الدوري، لو الانسان طبيعي وما عندوش مشاكل يفحص كل 6 او 12 شهر فحص دوري. ولازم نعرف ان العين او الاوعيه الدمويه اللي في الشبكيه، قاع العين، مراه للاوعيه الدمويه في المخ وكثير من الاوعيه الدمويه في الجسم، فبيديله يعني نظره شامله او نظره ملخصه عن حاله الاوعيه الدمويه في الجسم كله عن طريق فحص ايه، فحص قاع العين. فحص قاع العين كل 6 ل 12 شهر مهم جدا. ايضا لما يجي مريض السكر يغير النظاره، لازم يغير النظاره وذكره مظبوط، لان مقاس النظر بيختلف مع ارتفاع وانخفاض السكر. ممكن النضاره ده بعض احيانا بنشخص السكر من النضاره، يعني في واحد من الناس انا عامل له نضاره طلع ناقص 4، بعد 5-6 شهور جالي بنضاره، جالي اعمل له نضاره، فانا نفسي عملت له نضاره ناقص 2، قلت له لا استنى، يا اما انا كنت غلطان في النضاره الاولانيه، وده وارد، محدش فينا ما بيغلطش، ابحث كده واحط قطره توسيع، حط قطره، لا المقاس مظبوط المره دي، والمره فاتت كنا حاطين قطره مظبوط، يا اما انت عندك مشكله، نوسع كده، طب في مياه بيضاء، لا مفيش، طب روح اعمل تحليل سكر، يعمل تحليل سكر يتضح انه عنده سكر. شخصناه منين؟ من اختلاف وتذبذب مقاس النظر. فمقاس النظر ده بيختلف، السكر لما يعلى او يقطع هتلاقي الرؤيه القريبه او الرؤيه البعيده بتضطرب. فبالتالي لما يجي يعمل نظاره يعملها مع السكر. ايضا تناول الاشياء المحتويه على الفيتامينات، لان السكر بيؤدي لفقد كثير من الفيتامينات في البول، فمحتاج ان احنا نعوض هذه الفيتامينات، نعوض هذه الفيتامينات لماذا؟ بالاطعمه المغذيه والربانيه، الفواكه والخضروات والحاجات اللي خاليه من المواد الحافظه، الاشياء السيئه جدا طبعا، كل الحاجات المحتويه على المواد الحافظه بتضر. في دكتور شريف كان اخواننا الله يرحمه رحمه واسعه، امين، الطبيب عاطف عزت كان استاذ امراض، او عفوا دكتور امراض نفسيه وعقليه في المنصوره، وكنا استخدمنا للتفريق بين الصوت، كنا استدعنا للتفريق بين المس وبين المرض العصبي، فكان فيما قال شيء يخصكم. قال هناك أشياء اسمها الهوس البصري، يعني ممكن واحد يقول، قالنا واحد له منصب كبير في الجهاز كذا كذا، يقول أنا شايف 10 أمامي يضربونني، ويضرب في العمود بالعصا ضربا شديدا، يقول ها هم أمامي. فقال إن في شيء اسمه الهوس البصري، ممكن واحد يرى أشياء غيره لا يراها في بعض الأحيان، هل ده وارد؟ هي الهلاوس البصريه، الهلاوس البصريه معناه انه بيرى اشياء غير موجوده في المجال اللي حواليه، ودي لها اسباب كثيره، قد يكون اسبابها نفسيه، وقد يكون اسبابها كيميائيه، اضطراب في الكيمياء الداخليه في الجسم، بعض المواد بتزيد او تقل، او بعض حتى الاملاح المعدنيه تزيد او تقل، ممكن يشوف هذه الهلاوس. وقد يكون اسبابها ضمور او تلف في بعض خلايا المخ، مراكز الاحساس فيها تلف، فيها جلطه، فيها نزيف، فيها اي عطب، ممكن تؤدي ايه لاضطراب الاحساسات دي. واحيانا يكون في تداخل احاسيس، ودي من الامراض اللي بتحصل في بعض الامراض النفسيه والعصبيه، تداخل احاسيس، يعني يقول لك انا شايف صوتك، انا سامع ريحتك، هو ده توصيف للمرض بسبب تداخل الادراك. قد يغيب البصر، وقد يهم، وقد يصاب بالهلاوس، يعني ممكن البصر ينخدع بظواهر فيزيائيه زي انكسار المعلقه في الماء مثلا،
او زي لما تحط مثلا حاجه ميه على حاجه تحس ان هي قربت وكبرت، او السراب على الطريق السريع. انا جالس مثلا يا جماعه شايف في ملك نازل من السماء، شايف هو مش فيش حاجه، احنا مش شايفين كلنا. فواحد يقول لك ده مكشوف عنه الغيب، ده ولي من اولياء الله الصالحين. فهل ممكن اقول هذا نازل؟ ممكن يكون مرض نفسي. ممكن يكون مرض نفسي. ممكن يكون مرض نفسي. يرى هذا يعني ابو حديث زيد، ابو حديث سيدنا حارثة. بس اسناد يا زيد. لا ده دي كرامات واقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لا احنا بنتكلم لا امراض التحصين ثابت فيه. يعني مثلا واحد من الاخوه، واحد من الشباب زمان جه المسجد وراح لامام المسجد وقال له انا المهدي المنتظر. والوحي جاي والراجل كل يوم يعني تلاقي واحد ده كده خلاص يعني مش عصر الراجل. هل من في امراض تخص البصر تجعلك ترى اشياء لا يراها غيرك؟ اوهام بصريه او هلاوس بصريه غالبا بيكون في مشاكل في القشره المخيه او اضطراب في الدوره الدمويه او تلف او عطب في خلايا المخ او لخبطه في بعض المواد الكيميائيه في الجسم والدم. في سؤال جاي على الفيسبوك، تمام. يعني 24 ساعه طبعا مش هيصحى 24 ساعه، وبحس ان في رموش طائره في العين. تمام. هو القعاد على الكمبيوتر فتره طويله له نصايح، دي الجزء الاول. نصايح زي ايه؟ خلي الاضاءه كويسه وما تخليش الاضاءه موجهه للعين ولا موجهه للكمبيوتر للشاشه وتضرب في عينيك، لا خلي الاضاءه من فوق متوسطه بين العين وبين الانسان وبين الشاشه. دي اول نقطه. تاني نقطه، ريح عينيك ازاي؟ تبربش وما تنساش البربشه الرمش. تاني حاجة، كل فترة تريح دقيقة أو دقيقتين. بعض الناس بيقولوا كل 20 دقيقة ريح دقيقة، أو كل ساعة ريح 5 دقايق. ميبقاش متصل. ودي حتى ممكن نسميها استراحة المحارب، ارتاح ورجع فايق ونشيط أكتر من الأول. بالمناسبة في طبيب من إخوانك يقول إنه يعني يعمل عمليات تكميم المعدة وكذا، بعد كل عملية من النظر إلى الشاشة يستريح نصف ساعة في الظلام، هل الكلام ده يعني؟ هي مش محتاجة نصف ساعة قوي يعني، لكن هي لازم فترة راحة بين الإيه؟ بين التركيز في الشاشات. أيضا ممكن نستخدم الشاشات الواقية أو النظارات الواقية، زي مثلا عدسات البلو كات اللي هي بتشيل أو بتحجز الضوء الأزرق اللي هو المكون الضار في الإيه؟ في الأضواء ديت. بالنسبة للحاجات اللي هو بيشوفها قدام عينيه غالبا ديت سببها إجهاد بصري، ولكن لو معاها فلاش نور بيقيد أو بيسرق قدام عينيه لازم يفحص قاع العين. الترسبات أو الخيالات اللي بتيجي وتتطاير قدام العين قد يكون سببها إجهاد بصري، وده الغالب في حسب السؤال، وقد يكون سببها ترسبات في الجسم الزجاجي هي بتعمل ظل على الشبكية. الترسبات ديت موجودة في نسبة كبيرة من الناس، أو في نسبة واضحة من الناس ممكن تصل ل10% في بعض الشعوب، ولو كانت مصحوبة بنور بيقيد ويطفي قدام العين يعني بيسرق زي فلاش الكاميرا، يبقى لازم يفحص قاع العين مرة أو مرتين أو ثلاثة عشان يطمن إن مفيش شد على الشبكية أو قطع في الشبكية. لكن على قد مثلا الإجهاد دي غالبا من الإجهاد. حلها إيه؟ حلها الراحة شوية، حلها الفيتامينات، حلها فترات متقطعة من مشاهدة الشاشة، أو وضع لبس نظارة واقية، عدسات واقية من الأشعة الضارة، أو استخدام أنواع من الشاشات اللي هي ما بتطلعش إشاعات كبيرة. أطفالنا الذين انهمكوا في المحاميل والهواتف، لك نصيحة لهم يا دكتور شريف؟ نشغلهم بقى بغير المحمول. لا يعني لهم أنفسهم يعني، هل ما هو الطفل الآن يبكي يؤثر جدا طبعا، يعني بيؤدي لظهور وزيادة نسبة قصر النظر، يعني يجيله قصر نظر حتى لو ما عندوش أو لو عنده يزيد. وعشان كده نسبة كبيرة جدا من الأطفال ظهر عندهم قصر النظر أضعاف النسب اللي كانت في السنين الماضية. يؤدي الإجهاد عين، يؤدي الأمراض كتيرة جدا، أحيانا يؤدي الأكياس الدهنية من قصة الإجهاد والإرهاق والتدقيق في الشاشات، زائد طبعا هو بيشغلهم عن ما ينفعهم ويؤثر على تفكيرهم وعقولهم. الطفل بيقعد قدام الكرتون فترات طويله مستوى ذكائه ومستوى تفاعله وفرصه اصابته بالتوحد بتبقى اكبر من العادي، ومستوى ذكائه بيبقى اقل ومستوى تفاعله اقل، مستوى التفكير المنطقي عنده مستوى في بعض البلاد يعني زي مثلا جمعيه الاطفال الامريكيه بتمنع مشاهده الاجهزه اللوحيه للاطفال اللي تحت سن سنتين. مش الطفل يعيط نديله الموبايل ونديله نفتح له الكرتون عشان سكته، لا تحت سن سنتين ما يشوفهاش خالص. من سنتين لثلاث سنين فتره كذا، من ثلاث سنين لست سنين كذا. اسال الله العافيه. نسال الله ان يثيبك. وفي الحقيقه يا دكتور شريف كلامك كله طيب، والله ما نمل منه، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. اثابكم الله ارباب هذا البيت، ونفع الله بكم معشر الحضور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.